تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة، سلمت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية شحنة من المساعدات الإنسانية الإغاثية البحرينية إلى ضحايا الفيضانات والسيول في ليبيا. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، أكد الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بأنه قد تم إيصال 40 طنا من المواد الإغاثية والطبية إلى ليبيا. حسب توجيهات سيدات الملك وبقيادة سمو الشيخ ناصر، قمنا بتوصيل المواد إلى ليبيا، 40 طن من المواد الإغاثية والطبية حسب نظام يعني وحسب خبرة، وبالتنسيق مع الخارجية ووزارة المالية وأيضا وزارة الصحة. بالنسبة لليبيا وباقي الدول، نبدأ بتقديم الدعم العاجل من مواد طبية مثل ما ذكرت إغاثية، وهاي عندنا خطة وبرنامج، وفي هذا الصدد تعاوننا مع الهلال الأحمر الليبي، وعادة الاستجابة تكون عاجلة لإنقاذ الناس وتوصيل المواد الضرورية لهم، ونتحرك بسرعة كبيرة من توجيه جلالة الملك لتلبية احتياجاتهم. وبعد ذلك نقوم بزيارة ميدانية ونقيم الاحتياجات ونقدم المساعدات،